أنا لا سبب في انفصال ولا سبب في طلاق، لأنه هذا الموضوع صار له أكثر من 3 سنين عم بيتداول. كل ما يصير شيء، كل ما يصير في طلاق جاي للسبب، كل ما يصير في انفصال جاي للسبب. يعني أنا مش شماعة عشان أي شيء يصير بينهم يحطوني أنا بالنص وعلقوا علي الأغلاط والاتهامات. يعني كمان هذا الشيء مكتوب عند رب العالمين، الزواج مكتوب عند رب العالمين قضاء وقدر، والطلاق مكتوب عند رب العالمين قضاء وقدر. طبعا بخصوص هذا الموضوع أنا أوريدي وضحت من يومين أنه أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. 2 انطلقوا، ما نجحوا بزواجهم، فشلوا بزواجهم. أنا هذا الموضوع ما لي علاقة فيه ولا لي دخل فيه، وهذا الشيء من رب العالمين. يعني رب الخير لا يأتي إلا بالخير دائما، فأكيد هذا الشيء لصالحهم. وتامر طبعا أنا بعزه جدا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الفني. بتمنى له كل التوفيق وكل النجاح في حياته الشخصية والعملية. ومثل ما حكيت وأرجع وأعيد وأزيد، أنا ما لي علاقة نهائيا بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. كل حدا اتهمني وكل حدا طعن فيني، كل حدا سبني وشتمني وحكى على عرضي وشرفي، طبعا أنا مش ملاك. بالأول بالآخر أنا بتأثر حالي حال البشر العاديين، ويمكن أكتر. مش مسامحة أي حدا حكى عني كلمة، سواء من المتابعين أو طبعا هذا الشيء أنا ما بيخليني أنكر أنه تقريبا 80% أو 90% من الناس معي. أنا بحكي بس عن الأقلية، سواء من المتابعين وسواء من الأكاونتات أو المواقع أو الصحافة الصفراء اللي بس بدها تجمع فولوورز وتجمع لايكات من على ظهري وتجمع مشاهدات. أول شيء أنا مش مسامحة أي حدا حكى عني كلمة ولو بسيطة أبدا نهائيا، وبحكي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لأنه أنتوا بتشوفوا الظاهر، ما بتشوفوا الكواليس، ما بتشوفوا شو اللي عم بيصير. وأنا يعني مش فاهمة، أنا كنت نايمة وصحيت على هذا الخبر وفجأة أنه شو فيه تحط اسمي بالنص. أنا ما خربت بيت حدا، أنا الموضوع أريد حكيت فيه من زمان وصاير من زمان أصلاً. أنا ما خربت بيت حدا، وأنا الأسئلة اللي كنت عم بسألها كنت عم بجاوبها عادي في أي برنامج، لأنه أنا عارفة أنه الموضوع أصلاً كان منتهي أريد. يعني أنا مش جاية أخرب بيت حدا ولا خربت بيت حدا. وأنا ما بحب يعني كلمة خربت البيوت، لأنه ما في هيك شيء بالحياة، ما في هيك شيء بالحياة، ما في حدا بيخرب بيت حدا، that's it يعني. فبالأول بالآخر بتمنى له التوفيق مثل ما حكيت في حياته العملية وبحياته الشخصية، وهو بيستاهل كل خير. طبعا أنا أوريدي وجهت له رسالة بالبوسات اللي قبل، بس هلأ رح أرجع أوجه له رسالة. طبعا برجع وأقول أنا بحترمه جدا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الفني، وبعزه جدا، والله يوفقه ويكتب له الخير يا رب. ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، وبتمنى له إن شاء الله حياة مليئة بالرضا وبالراحة وبالنجاح وبالتوفيق، ولأنه هو بيستاهل، يعني بيستاهل النجاح وبيستاهل إنه دائما يكون نجم. فلا أنا شماعة عشان يتعلق علي الاتهامات كل مرة، وكل مرة جليلة هي السبب وجليلة هي السبب. بلس أنه مثل ما حكيت، هذا قضاء وقدر ومكتوب من رب العالمين. كل شيء إحنا عايشينه بالحياة هذا قضاء وقدر. يا ريت الناس تفهم هذا الموضوع. ما في حدا سبب طلاق حدا، وما في حدا سبب انفصال حدا، وما في شيء اسمه خراب بيوت. رب العالمين كاتب شيء رح يصير غصبا عني وغصبا عن الكل. فبس حبيت أن أنا وأنا إنسانة دائما مؤمنة الحمد لله بالقضاء والقدر، فحبيت أن أنا أوصل هاي الرسالة عشان الناس شوي تستوعب هذا الموضوع. وأنا يا جماعة أرجع وأعيد وأزيد، أنا مش شماعة، فياريت ما تدخلوني في مواضيع أنا ما لي دخل فيها.